منطقة الجزائر من قلب مركز محافظة البصرة شاهد المشاريع العملاقة. معناته أن المواطن بدأ يشعر بالرضا عن العمل، وهذا هو الإنجاز. يراد لك بلم مو شارع بيه 60 حظ، شوفه رايح يسوق ببلم. هاي ولد شارع الكيبي، شوفوا شارع الكيبي. كل ما تمطر يصير عندنا هذا الفيضان، الحديقة تنترس ماي، المدرسة تنترس ماي، محطات الرفع المجاري حقيقة هي الأفضل على مستوى العراق بل أكبر يعني. الله ينتقم منكم إن شاء الله. المواطن بدأ يشعر بالرضا عن العمل، وهذا هو الإنجاز.